طبعا احنا بالطريق هسه الى لندن لتصوير بعض مواقع السراق، وبالتحديد اللي مسمين نفسهم وكلاء المرجعية والجماعة الحرامية اللي سرقوا العراق من 2003 ولحد يومنا هذا. طبعا هذا الكلام غير موجه الى اخواننا واهلنا الشيعة، بس احنا دا نتكلم عن ناس دمروا البلد، خربوا اقتصاده، سرقوا امواله باسم الحسين وباسم آل البيت اللي هم براء منهم، سرقوا البلد وقتلوا الناس وهجروا الناس ودمروا مدن بأكملها تحت اسم المظلومية وتحت اسم آل البيت. هذول الناس اللي سرقوا البلد واللي عمرهم من 2003 لحد يومنا هذا ما بنوا شارع ولا بنوا مدرسة ولا بنوا مستشفى، حولوا أموالهم إلى لندن اللي هسه أنا رايح لها، والشباب دا ينتظرونا وراح نصور لكم بعض الأملاك والحسينية الأولى، مو بس بلندن بل بالعالم كله لغسيل الأموال. حسينية البلاغية اللي تكلمنا عنها في إحدى الفيديوهات تعتبر أكبر حسينية لغسيل الأموال، تابعة إلى ما يسمى قوات غدر، وهذه الحسينية جمعت مئات الملايين من الباونات وسرقتها وتم غسيلها عبر أرصدة خاصة، وتم دفع الضريبة للحكومة البريطانية. هنا أنا البريطانيين ما عندهم شيء اسمه غيرة أو شيء اسمه عيب، هنا أنا اسرق اقتل سوي بلدك جيب الأموال، هنا أنا ادفع الضريبة كل شيء صار حلال. هذه بريطانيا، وغالبية الدول الغربية تتعامل بهذا المنطق وهذه الطريقة، إلا ما رحم الله مثل ما يقولون أكو بعض الدول الأوروبية عدا قوانين صارمة لتبويض الأموال، بس الغالبية لا ما يهمهم، المهم الباون الدولار اليورو يوصل للحسابات وما حد يسأل عنها. وإحنا إن شاء الله هسه بالطريق راح نصور لكم بعض الأماكن وحسينية البلاغية اللي هي سبب أساس غسيل الأموال، ومنها صار غسيل الأموال إلى الشركات اللي فتحوها عن طريقهم وعن طريق هذول العصابات. تابعونا للنهاية وإن شاء الله عندنا مفاجآت خاصة وراح تشوفوها شلون راح تطلع، ونقول لهم ترى الحسين بالعراق مو بلندن. ابقوا معنا. أخواني وأخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب، أحييكم أينما تكونوا وأينما تحلوا. طبعا بس تنويه بالبداية حتى لحد يطلع ويقول أنت قاعد تغلط أو تسب أو تفضح أهلنا الشيعة وتتكلم عنهم. هذا الفيديو موجه لكل العراق بكل أطيافه،
ما موجه إلى طائفة معينة أو اتهام طائفة معينة. وبالتحديد مثل ما تعرفون أنا أضربها طق الطق، بالتحديد أهلنا الشيعة، أنتوا غير مقصودين بهذا الكلام نهائيا. كل اللي دريت أن وضحه منذ سنوات هو التجارة باسم الدين من كل الأطراف بدون أي استثناء لأي شخص، مهما على مقامه، عمامته، عقاله، شرواله، قاطه، رباطه، من شغله. احنا دلاحق ناس تاجروا باسم الحسين وآل البيت الكرام، وسرقوا العراق، وسرقوا كل شخص محب لآل البيت وآل بيت الرسول، تاجروا باسم الحسين وعلي والعباس وكل هذول وفاطمة وزهرة ومحمد والله، وما بقوا شيء ما تاجروا به. ولهذا احنا ما قاعد نركز على مذهب او الدين، احنا دنكشف التجار اللي تاجروا باسمك وباسمي وبأهلك وبأهلي وبالوطن اللي لم نكن. هذول تجار الدين من رأس الأفعى المسمى بالسبت التنقاني، ولحد يقول لي لازم قدام جمهورك تحكي بألفاظ أو كذا، لا، هذا سبت التنقاني وراح أبقى أصيح لسبت التنقاني، لا شهادة همني ولا علم همني. وإذا أكو بقاموس اللغة العربية أفظع من هذا الكلام أو أفظع من هذا اللقب لكنت أعطيته إياه. هذول تجار الدين اللي تاجروا باسم الحسين وآل البيت، شوفوا اللي ديسووه في بريطانيا، المؤسسة أو الدولة اللي جعلت وزرعت وصنعت عمائم الشيطان اللي سربتها الى بلداننا من فرنسا وجابت الخميني المقبور والى خامنئي والى كل هذول اللي شفتوهم بعد الاحتلال عام 2003. فاصل ونواصل. في جولة سبت الماضي اتصلوا بي الشباب، يوم السبت كان، او مثل ما شرحت في فيديو سابق، السبت هي عطلتنا الرسمية في اوروبا. ساعة 7:30 الصبح اجاني تليفون من الشباب اللي موجودين دائما اللي هم يترقبون ويصطادون دول المراجع وكل هذول اللي يوصلون الى لندن. اجاني تليفون من اخونا صديقنا اللي هو يقوم بكثير من الاعمال معانا ويساعدنا، وللعلم هو شيعي، حتى تعرفون بان احنا ما قاعد نتقصد او نتكلم على طائفة معينة. اللي متعاونين معانا واحرار العراق اللي في العراق، ماكو شيء اسمه شيعة وسنة، كنا احنا تحت خيمة العراق. اما اللي يريد يصير طائفي ويدعي بأنه احنا طائفيين ومتقصدين الشيعة، فخلي يروح يتبع اللي دازي واللي
يروجون لهذه الأكاذيب. أنا عمري ما وقفت لا مع سنة ولا مع شيعة، وأنا وقفت مع العراق، واقف مع العراق. وأنت إن كنت شيعي أو سني أو أي شيء، ما أشوفك سني أو شيعي، أشوفك عراقي، أخويا بالوطن أو بالدين أو بالقومية أو بأي شيء. ما طولك عراقي فأنت ابن العراق، ما يهمن دينك أو مذهبك أو طائفتك. جاني التليفون بأنه هم لحد يقول لا تتلفظ، هذا اللي اسمه عبد الهتلي الكهربائي أو اسمه الحقيقي عبد المهدي الكربلائي، اللي هو وكيل المضجعية، وصل إلى إحدى مطارات لندن ساعة 6:30 الصبح السبت بطائرة خاصة قادمة من الكويت. طيب، فقالوا لي أبو عمر ترى وصل. قلت لهم أوكي، أنا هسه بس أبدله بالطريق. وصلت إلى لندن، طبعا هو اختفى، الشباب كانوا ينتظرون، والأخوة اللي معاه كاميرا واللي كذا. احنا كنا 4 سيارات توزعنا بمناطق مختلفة، نريد نعرف الأماكن اللي نعرفها احنا، وين يلتقون، وين يروحون، وين كذا. ما لقيناهم، بتعرفون كان رمضان والناس كلها خاتلة ببيوتها والشوارع فارغة. جاني أخ من الأخوة قال لي أبو عمر أنا سويت تشيك على دول المضاجع وكلاء مضاجعهم، لقيتهم حولوا بيوتهم والفلل اللي كانوا ساكنين بيها إلى مناطق أخرى، وهذه أوراق الطابو، خلي نروح نشوف هذه الأملاك في بريطانيا. حتى لحد يقول لي أنت جيب وثائق وكذا، في بريطانيا لو تريد تعرف على أحد العناوين تدفع تقريبا 35 باون أو أكثر قل ما أعرف، إلى يعني شلون الطابو يسموه بالعراق البلدية، راح يعطوك موقع البيت، اسم المالك، متى تم شراءه، شو وقت بنيانه، سعر البيت المشترى به، وكم هو يسوى في هذا الوقت، وكل هذه التفاصيل. فجايب ملف معه وقال لي شوف هذه اللي حصلت عليه في الوقت الحالي. اللي انتبهت عليه اكو فيلا مكتوبة باسم الرادود الحسيني، الرادود الحسيني اللي ذبح نفسه على مود الحسين، وما حد استفاد من كتلة الحسين مثل باسم الكهربائي. باسم الكهربائي اللي استفاد من كتلة الحسين أكثر من يزيد. فقلت له أنت قاعد تحكي صدق؟ قال إي والله. قلت له خلاص خلينا نطلع على البيت. طلعنا بالسيارة، وصلنا للفيلا، قال لي هذه الفيلا هي تر، وضعنا على اوراق هي نفسها، صورناها. طبعا نكون دقيقين وياكم، من السياره احنا قاعدين بالسياره، لان اولا الشارع مريب، ناس تتجول، يعني مبينين مو ناس مدنيين او شغله، يعني ناس عامه. المنطقه من اغلى مناطق لندن، من اغنى مناطق لندن. وما تشوفون حضراتكم هذه الفيلا اللي مزروعة غالبيتها بالكاميرات، وهذه البوابة الحديدية اللي هي تنفتح الكترونيا. طبعا ما قدرنا نشوف شنو بعد هذا الحائط، بس حسب يعني شراء البيت كان 17,900,000 وشوية باون، 17,900,000 وشوية باون، يعني حوالي يوصل 20 مليون دولار. طيب هذا باسم الكهربائي، يعني من يقول أنا أحب الحسين وأنا كل شغلي للحسين، مين جاب هذه الأموال؟ ما سألتوا أنفسكم يا موالين هذا الشخص
بهذه الكمية من الأموال يشتري هذه وحدة. طبعا هذه وحدة من الفيلا المات اللي موجودة في لندن على المطاعم على الشغلات هذه. زين إذا هو بس شغله لحب الحسين حسب ما نعرف والناس اللي مقربين إله وتجيبه للعزاء اللي يسموه بلندن وكذا، ما يصعد على المنبر إذا مو بدفترين، يعني 20,000 في ساعة واحدة. وانتو حسبوا ايش قد كان يسوي هذه الكلاوات، وخاصة بالتحديد في دولة الكويت. صورنا بيت باسم الكهربائي، رحنا مرة ثانية إلى أساس اللي بلش غسيل الأموال منه، وهو يعمل إلى قوات غدر في العراق، وسابقا أخذ أموال هم كان هو عايش بالكويت قبل ما يجي إلى لندن بالثمانينات، فوصل إلى لندن وكل هذه السوالف بعد خمط فلوس من جماعة في الكويت، وصل إلى لندن فتح صيدلية الأمير. فاصل ونواصل. انطبقت على فلان وفلان وفلان، اختاروهم ذولا. على رئيس أمريكي انسحاب القوات الأمريكية من العراق بصورة علنية. الله شهادة للتاريخ، سليماني دافع عن العراق. والله ما أعرف الحكومة إيش قد تمتلك معلومات، يا حكومة أتمنى. أيها الأخوة، أكثر من 5,000 انتحاري جاءنا من سوريا. أنا أقول لأهل الناس، لن تشغلنا لا انتخابات ولا نتائج انتخابات ولا هم هذا الموضوع. السنة يهتمون بقانون العدل، لأن عندهم عشرات الآلاف من المعتقلين الأحرياء والجنود. هذه صيدلية الأمير بعد 2003 كانت المقر الأول لغسيل الأموال. هذه صيدلية الأمير اللي واقعة في الشارع العربي في إجوال رود في لندن، وصاحبها صاحب حسينية يسموها البلاغية. حسينية هذه طبعا أنا شخصيا رحت صورت هذه الحسينية، أنا نزلت وصورتها بيدي، ما خليت الشباب، قلت أنا أروح أصورها بيدي حتى ذولا يعني شوفوا الموقع مالتها، على شارعين وفي سنتر، وهذه البناية الكاملة هي عبارة عن حسينية. هذه بيش البناية 10-15 20 مليون 30 مليون، ما حد سأل هذه الأموال شلون تجي. طبعا بالمناسبة هذه الحسينية مسجلة في بلدية لندن بأنها تشاريتي، أي يعني هيئة غير رابحة، يعني هيئة مساعدات. ومن شيكنا دخلنا على صفحتهم الرسمية، حاطين مثل ما دا تشوفون رقم الحساب مال البنوك اللي يحب يتبرع، هو هذا هنا بيت القصيد اللي يحب يتبرع. فإذا راح 1,000,000 باوند عليه، 10 مليون باوند، هي هيئة غير ربحية، وراح يقولون بأنه هذه
تبرعات يعني كأحنا مسجد أو حسينية وهذول محبين للرب ومحبين لله ومحبين المعروف شنو، فتمشي الأمور بهذه الطريقة. راح يقولوا لي هسه بعضهم اللي ما يعرف في لندن كيف الأمور تمشي. طبعا لندن تعتبر أكبر بلد في أوروبا غسيل الأموال وحماية العصابات، والبلد الوحيد اللي في كل العالم ما يسلم مجرم إلى بلده. هذه نقطة رأس سطر، اللي ما يعرف بريطانيا فهذه الأفلام مالته، خاصة اللي سارقين بلدانهم. يعني من رئيس تشيلي اللي كان موجود هنا شرحنا عنه في حلقة سابقة وغيره وغيره وغيره. فنهائيا بريطانيا ما تسلم أي حرامي. فالمهم هذول كلهم يحملون الجناس البريطانية كلهم قاطبة. هذه الهيئة الاجتماعية اللي سموها وهي حسينية البلاغية، طبعا شي يسوون هذه التبرعات سنويا، يقدمون يعني للحكومة بأنه اجانا تبرع 20 مليون أو 30 مليون أو كذا. هذه ما عليها ضرائب. ليش؟ لأن الهيئات اللي يسموها charity أو هيئات خيرية ما يدفعون ضرائب عليه. هذه واحدة. ثانيا هذه 20 مليون شلون راح تتوزع؟ راح يجي يقول لك ترميم الحسينية، ما يكلف صبغ كذا ما أدري شنو، حتى لو يكلف 20 ألف راح يكتبون 1.5 مليون. المدير العام لهذه الحسينية راح يخصصوا له راتب 1.5 مليون بالسنة. من خلال هذا الراتب الحكومة إلها حق تأخذ الضريبة من 1.5 مليون من هذه، والباقي راح يكون حلالا زلالا للشخص. يتم من خلال هذه المبالغ شراء عقارات، شراء كذا، لأن أولا تم دفع الضريبة. هنا الضريبة كأنه كتاب المقدس، إذا ما تدفع الضريبة بها سجن. فيسجلون هذا مدير عام 1.5 مليون، هذا وكيل المدير العام السكرتير بمليون. فهذه مثلا نقول 20 مليون اللي وصلت للحسينية تقسمت رواتب واندفع الضريبة منها، والباقي كله صار حلال وكله صار غسيل أموال، وإلكم حق بعد دفع الضرائب يستخدمون الأموال هذه اللي جايتهم بشراء العقارات والمحلات والمطاعم و و و و. فهذا أبو صيدلية الأمير من أغنى أغنياء لندن، يعني معروفة من 2003 طق طق أخت الكلب. بعد التحري اتضح بأنه هذه أموال هادي العامري عمار الحكيم وغسيل أموال قوات بدر، يتم تداولها بين لندن والإمارات والعراق مع أخوه زين كلها تموية. وأخوه اللي مرة نشرنا فيديو قبل سنوات تذكرون، أكو فندق في دبي في إحدى الغرف صار بيه حريق، واتضح هذا الشخص هو أخو أبو صيدلية الأمير اللي كان سارق ذهب، وطلع فيديو عليه بوقتها نشرناه سارق ذهب من العراق ودا يعبره إلى بريطانيا وانكشفت العملية. هذول العمليات اللي يمشون بيها باسم الحسين والعباس وآل البيت. بعدين رحنا على بيوت اللي موجودة باللستة، وكيل السستاني اللي هو صهرة ونسيبة، الى البيت اللي هو بيت صغير بصفهم، هو شارع كامل يعني تقريبا واحد بصف الاخ، بنت يعني حفيدة السستاني بيت هذه بس تدرس بي، يعني هذا بس تجي المعلمة والمدرسة تدرسها بي. بعدين اكو بيت لحماية الحماية اللي يعملون مع عمار الحكيم، هذه بعض البيوت مالتها مثل ما تشوفون. وبعدين رحنا على
وكلاء السستاني من جماعة الصافي، ورحنا إلى هذا حشاكم السافل عبد الهتلي الكهربائي، هذا هم واحد من بيوته. وبعدين جانا باس من بعض الشباب قالوا لقينا العبد السافل الكهربائي في المجمع الإسلامي ما أدري شنو، طبعا الأسامي أكبر من رأسهم. رحنا إلى هذا المكان حدود 11:30 بالليل، هذا الكلام احنا من 12 إلى 12 يعني 12 ساعة نتجول، وأنا آسف ما أقدر أعرض كل اللي تصورناه في هذه الساعات لأن راح يعني يصير 12 ساعة تقعد تتفرج، بس خليناه هذا الفيديو والفيديوهات السابقة اللي احنا ما راح ننشرها في الوقت الحالي لعمل فيلم وثائقي بالتعاون مع قناة بريطانية، وهي قناة محايدة ودائما ضد الحكومة وتطلع خباياها وكشفها لحقائق. عرضنا قبل كم شهر يعني من كنا هذه بالحجز اللي مع الفيروس وكذا وهذه السوالف، كان اتفاق بيناتنا عندنا قصة عندنا شرح لكذا بريطانيا قاعد تعمل كذا وتغطي على أموال مسروقة من العراق. فالمدير كان فعلا حاب الموضوع هذه، بعثنا له وثائق بعثنا له صور أفلام كذا. بعد التحقق هو بطريقته الخاصة اتضح بأنه كلهم يحملون الجواز البريطاني، وهذه تعرفون هذه الشركات عندهم علاقات مع الدولة والمخابرات وكذا بطرقهم الخاصة وصلوا. فتم الاتفاق احنا وهذه القناة بأنه نتعاون في إنتاج فيلم وثائقي المدة مالته 45 دقيقة، بعد إنتاجه يعرض على هذه القناة مثل ما عملنا مع البي بي سي لما راحوا إلى العراق. طبعا اللي ما يعرف خلي يعرف، شركتي كانت مساهمة في هذا البرنامج اللي نعرض على البي بي سي حول زواج المتعة في العراق، وكانوا الأشخاص اللي راحوا للعراق كانوا من طرفنا وإحنا اللي مولنا وكذا، نص إحنا مولنا ونص القناة البي بي سي هي مولته، وأنتجنا هذا الفيلم اللي شفتوا حضراتكم وانتشر وفضح كل اللي موجود، وراح نبقى ما راح نوقف. المهم ساعة 12 وصلنا إلى هذا المجمع اللي تشوفوا دنيا ليل، هسه كان يعني تقريبا 12 بالليل 12:30 بلشنا نباوع نراقب داير مداير، لقينا سيارات مرسيدس هي معروفة مالتهم، فأحد الأشخاص قال هي هذه سياراتهم. فوقفنا انتظرنا من 12 إلى 1 نمشي 3 صارت 4 الصبح، لقينا الباب انفتح حد يطلع، هو شافنا سد الباب. من هو؟ عبد الهتلي الكهربائي اللي هو وكيل السبت تنقاني. يابا عبد الهتلي الكهربائي ترى الحسين والعباس وعلي ترى بالعراق مو بلندن، انت ايش عندك بلندن ابويا؟ مو هذول كفار وهذول اللي راح تقاوموهم هم وامريكا واسرائيل، ايش عندك انت بلندن؟ المهم هو شافنا اللي وياه رأسا طبقوا الباب وراحوا، كل ساعة من فوق يباعون علينا، كل ساعة من فوق يباعون علينا بعدنا. المهم انا تعبت يعني تعرفون انا صاحب مرض ويعني الصبح قاعد ومنايم وسياقة، قلت لهم للشباب يابا أنا وراي طريق 3 ساعات أرجع للبيت، فأني أعتذر لازم أطلع وأنتوا كيفكم بعد تبقون ما تبقون؟ قالوا أبو عمر روح إحنا نبقى هنا. فعندهم كاميرات موجودة، أنا وصلت للبيت يعني وجه الصبح تعبان فعلا، يعني أنا من السوق يعني بسبب حالتي الصحية والعوائق اللي صار عندي قبل سنوات فأتعب يعني فعلا أتعب. فوصلت احنا جنازة تعبان أريد أنام، بعد كم ساعة اتصلوا بي مرة ثانية هم قعدت من النوم
ها قالوا لي شوف السفل اللي سووا عندهم وين هي هذه البناية، عندهم باب خلفية وين يطلعون الزبل منك مهربي. فما انصاد، المهم احنا عرفنا هو في موجود كان في لندن وهربوه مثل الحرامية من وراء يعني من باب الزبالة وين طلع الزبالة، طلع لأن هو نفس مستوى الزبالة، حتى الزبالة هم مرات مفيدة للبشرية هم يحرقوها ويطلعون من عندها طاقة كهربائية أو شغلات ثانية، بس ذولا أي فائدة ما عليها. قسما بالله وتعهد لكم يا العراقيين وغير العراقيين، ما طول لطيف يحيى والشباب المعاه المخلصين من كل الأطياف، والله عندنا شيعة سنة وكراد عرب تركمان مسيح كل تقريبا الطوائف موجودة ويانا بدون استثناء، قسما بالله ما راح نخليكم تنامون وتتهنون بأموال العراق، ونخليكم مثل الجرادية ما تقدرون تطلعون في أي مكان توصلوا له. عيوننا ومراقبتنا وشغلاتنا كلها راح تلاحقكم، والناس اللي دي يساعدونا ألف رحمة على الصدر رضعكم، لأن كان عندنا شغلات أمور هواي مختلفين ما شايفيها وما نعرف بيها، ونشكرهم جزيل الشكر على كل المعلومات والصور وحتى الفيديوهات اللي دزلنا إياها اللي راح نحتفظ بيها نخليها للفيلم الوثائقي. لا حد يسألني شو وقت يطلع وكذا، هذا شغل التلفزيون مو شغلنا. أي شيء ينتج أكو أفلام وثائقية يتم تصويرها ومونتاجها ويخلوها لحد الزمن ما يجي حسب الأخبار وسياسة الدولة، بس إن شاء الله ما راح مثل هذا فيلم البي بي سي عم طولنا بيه وبقى وخلاص، بس بقى أجا وقت الإعلان عنه أو خروجه مع العلم وشان خلصان، بس أجا الوقت السياسي لازم يطلع طلع. أحد مني لكم وأنا أخوكم أبو عمر، ما راح نخليهم يعيشون بسلام، ما راح نخليهم يتهنون بأموال العراق، ما راح نخليهم لهم ولا عوائلهم ولا الدول اللي ملفيتهم بأنه يعيشون بسلام. اللهم احفظ العراق واخذل كل من اخذل العراق وتعاون مع المحتل الأمريكي الإيراني، واخذل كل هذه قادة العرب اللي يسمون نفسهم قادة العرب والمسلمين اللي هم كانوا سبب هذه الكارثة أكثر من إيران. تحياتي للجميع.